أهم شيء أن ترضي الله في سرك وسريرتك وعلانيتك وكل أحوالك، في أموالك، في أقوالك، في أفعالك، في سلوكك، في تصرفاتك. دع الناس تفسر ما تريد وتقول ما تريد، وأنت أصلح شأنك مع الله فسيكفيك هؤلاء، فسيكفيكهم الله. أما إذا أشغلت نفسك بأن لا يقول الناس أو ما يقول الناس أو وش عند الناس، الذي يرفع هو الله، والذي يضع هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله، والذي يكرم هو الله، والذي يذل هو الله. لا أحد يرفع أحد ولا أحد يخفض أحد ولا يعز أحد ولا يذل أحد، إنما هو الله. فأصلح أمرك مع الله، هذا هو الموحد صادق في توحيده وعقيدته، يبحث عما عند الله، ما يبحث مش عند فلان ولا شو يقول فيني فلان ولا لا يقول فيني فلان شيء، يقول اللي هو يقول، إن كان لي مخطئ يستاهل وارجع عن خطأ، وإن كان لي على حق ومصيب فلا تبالي بمن يقول فيك فسيكفيكهم الله. هذا أمر، خلك مع الله أصلح، وهذا العقيدة، هذه ثمرات التوحيد اللي احنا نتعلمها الآن.